أحسن الله إليكم. هذه السائلة من ليبيا فضيلة الشيخ أرسلت لي مجموعة من الأسئلة، تقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا عاد أخاه المريض ودعا بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات عوفي من ذلك المرض. والسؤال يبقى: هل ندعو بهذا الدعاء سرا أو جهرا أثابكم الله؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء طيب ونفع للمسلم، ولا بأس أن تقوله جهرا أو سرا، لا مانع من الجهر بها والإسرار بها. نعم.